أهلا بكم ضمن إطلالتنا المعتادة من خلال برنامج بصراحة. يوم الثلاثاء سنستكمل النقاش معكم ومع الأستاذ مصطفى الشقدلي، موضوع الأنا بين الأنانية وتحقيق الذات. ما هي الأعراض والملامح التي تتميز بها هذه الشخصية النرجسية؟ أما يوم الأربعاء رفقة الأستاذ أحمد الدافري، تأثير الصورة الإعلامية على المجتمع، كيف تؤثر الصورة التي تبثها وسائل الإعلام على الفرد فكريا وسلوكيا وما هي انعكاساتها؟ أما يوم الخميس سنضع تحت المجهر مع الدكتورة أمينة برقاش اختلالات سلوك الطفل في المدرسة، هل لها علاقة بالأسرة أم هي فقط تنحصر داخل المؤسسات التعليمية؟